أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يأتيني الشيطان إذا فعلت معصية الاستمناء. يقول أحسن الله إليكم: يأتيني الشيطان إذا فعلت معصية الاستمناء وأردت التوبة، يقول لي: توبتك لا تصح لأنك فعلت المعصية بعلم، وهذا فعلك فعل المنافقين ولا يتوب الله عليك، فهل قوله وتأويله لي صحيح؟ عجيب، تريد أن قول الشيطان يصير صحيح؟ أنت تعرف أن هذا قول الشيطان، اتركه، هذا باطل، اتركه وتجنبه ولا تلتفت إليه. نعم.